أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للنساء الصلاة جماعة بإمامة امرأة أم لا يجوز؟ لا مانع من ذلك، أن يصلين جماعة بإمامة امرأة منهن، لأن أم ورقة كانت تؤم أهل دارها، قد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تؤم النساء يعني الرجال، لا ما تؤم المرأة الرجال. نعم.